السلام عليكم عزيزتي عزيزي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وان كل شيء في امان الله. الفكره ديال اليوم هي كيفاش نصاوبوا ببوشه وغلاله. فانا عطيتكم الطريقه ديال الوالده ديالي، نتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. قبلوا عليها، وهذا كيكون ثاني فلوق ديال العطله ان شاء الله. ايوا هذا هو البابوش. شنو كتقولوا له غلاله؟ حنا هنايا في الدار البيضاء شنو كنقولوا لها ماما؟ حلزون بابوش. ماما راحت في التعليم قالت لك الحلزون. ايوا هذا هو البابوش. حنا جبناه صايم من عند واحد السيد هو في السوق ديال الجمعه، جبنا صايم وقال لها باش ديروا في الماء. فكرتني ماما بالايام الخوالي فاش كنا باقيين صغار، كنا كنديروه دائما في الشتاء. دابا اختي منين جات فهي تشهات البابوش، فقالت لماما دير لها هذا البابوش. هو ده كيتغسل من بعد، غادي نديروه يطيب ان شاء الله الرحمن الرحيم. فغديروا ماما في هذا البانيو هذا الكبير، راها في السطوان ديالها على هذا الشكل هذا. ماما الله يخليها ليا، هي بديل الام ديالي ما كاينش بحالو. انا كنقول بان الطياب ديالها في شي اشياء ما عمرني ما كليت بحالو. والحق يقال هو ان هاد الاشياء اللي كيديروا الوالدين ما كاينش بحالهم، ما كاينش بحالهم. شفت الام ديالي انا زعما كتدير بكل فن الفراغ، وكنشكروها دائما بزاف على هاد الاشياء اللي كدير لنا. غنخليو الدبوش يطلق، وحا هو صايم فما فيهش داكشي اللي خايف، فقط غنحيدو منو داك التراب اللي كان فيه، ومن بعد غادي نطلقو باش نشوفو شنو هي العناصر اللي كدار في الدبوش. وخا الوقت الصيف، ولكن ملي كتكون شي شهيوه بحال هكا ما فيها بس اننا مره ناكلوه. بالنسبه للتوابل اللي كيداروا مع بابوش، فالتوابل كيجمعهم لينا العطار. فقط انا غادي نقول لكم اللي عرفت. فهنا عندنا السلميه سيشي، يعني مجففه. عندي هنايا شويه ديال سكنجبير، عندي القرفه، عندي السودانيه، عندي قشره الرمان، ها هما دو. عندي ورقه سيدنا موسى، عندي هنا الزعتر، ها هما دو هنايا. واش معاهم شي حاجه اخرى ما نعلمش عليكم، ولكن هو اللي كيجمع. عندي كذلك كنزيدوا معاهم شويه ديال العروش ديال هي ماما كتقول لي خدنجال، اذا كاين معاهم خدنجال. عندي شويه العروشه ديال النعناع، عندي اتاي حتى هو كنديروه، وعندي ليمونه اللي كنقطعوها القشور ديالها وكنديروه معاها. تقدروا الا ما كانش عندكم ليمون ديروا قشور الحام، ما ديروهش بجوج. ف الوالده ديالي كتقول يا اما قشره الليمون يا اما قشره الحامض. فغنعاود، عندي السلميه، سكنجبير، عرق، عندي عرق السوس، القرفه، السودانيه، قشره الرمان، ورقه سيدنا موسى، خدنجال، وكذلك الزعتر، الملح طبيعه الحال، وعندنا النعناع تقدروا تستعملوه سيشي اتاي، وكذلك القشور ديال الليمون. هذه هي التخليطه اللي كيصوب لكم العطار. كاين الناس اللي كيديروا اشياء اخرى، المهم هذه هي التخليطه اللي العطار ديالنا حنا، او اللي كتعرفوا الوالده من زمان كيصوبها ليها دائما. كنجيبوها كنغسلوها مزيان، ومن بعد غادي نوريكم اللي غيكون كيطيب كيفاش كيجي، وعند التقديم كيفاش كيجي البابوش ديالنا ديال. اذا من بعد ما غسلنا البابوش ديالنا مزيان مده واحد 3 سوايع، غسلناه بالماء والملحه. الام ديالي حكاتو بالملحه باش يحيد منه داك الخناين اللي فيه وداك الشيء وداك الوسخ اللي فيه. هو دا درت عليه كلشي العناصر، غادي نديروا الماء الملحه وغادي نخليوه يطيب ونطلقوا ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. إذا البابوش ديالنا من بعد ما وجد كيجي على هذا الشكل هذا. فخليتكم سمعتوا كلشي فرحان حيت غياكل البابوش اليوم. كنتمنى أن الفكرة ديال اليوم تكون نالت إعجاب ديالكم. نتلاقاو عن قريب إن شاء الله.